سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا في هذا الحدث الاقتصادي الزراعي الهام الذي تقيمه مؤسسة الأهرام، حيث يتم تكريم عددا من رواد هذا المعرض كرائد من رواد الجودة. معنا سيداتي وسادتي في لقاء الليلة السيد الأستاذ حاتم الكومي، رئيس مجموعة شركات الكومي جروب، رائدا من رواد الجودة. لو قلنا سريعا كده هذه الشركات او نبذة عنها، تفضل. احنا الحمد لله من سنة 95 في مجال الاستثمار في مصر. بدأناها في الاول في مجال تجارة الاعشاب والنباتات الطبية والمكملات الغذائية. كانت المرحلة الثانية اللاحقة لينا ان احنا خرجنا من مجال التجارة الى مجال التصنيع. بدأنا نصنع مكملات غذائية، بدأنا نصنع مستحضرات التجميل. والحمد لله في فترة معينة كنا اول ما ادخلنا مجال الاستثمار في مجال الطحالب، ودي كانت اضافة جديدة لان كنا بنحاول نضيف رافد جديد من روافد الاستثمار في مصر هو مجال الاستثمار في الطحالب. ده مجال ما كانش لسه في حد بيستثمر فيه، كان المجال كله كان محصور في مجال البحث العلمي. احنا الحمد لله اقمنا مزارع، سجلنا منتجات مع هيئة سلامة الغذاء، سجلنا منتجات مع وزارة الصحة، فتحنا سلسلة محلات لبيع المنتجات الخاصة بالمكملات ومصادر التجميل. تحت مسمى ايه؟ محلات. المحلات في اورجان وفي عطار اونلاين. نعم. الاثنين براند خاصين بالمجموعة. بعديها طبعا حركة الغرض كان في المقام الاول والاستثمار في مجال الطحالب ان انا التنمية المستدامة للبيئة بتاعتنا. بالظبط. ان كمسؤولية اجتماعية علينا في الاستثمار اكيد ان احنا مش عاوزين نلجا لاحد انواع استنزاف الموارد الطبيعية. الطحالب من ميزة انها بتسحب ثاني الكربون وبتدخل اكسجين في الجو. فبدأناها وبعد كده طورنا المفهوم بعد انشاء مزارع الطحالب على مساحات تعتبر صغيرة نسبيا، سواء 20 فدان او 50 فدان، الى بدأنا ننشئ مدن زراعية متكاملة بمفهوم التنمية المستدامة. بدأناها بالمنتجع اللي احنا بنطرحه خلال المعرض دلوقتي، هو منتجع نيردانا. منتجع على مساحة 3500 فدان. ده يعتبر نموذج يا فندم. ده نموذج، وده مرحلة أولى أنا بنحاول نطبق فيه إزاي إقامة مشروع زراعي متكامل مفهوم التنمية المستدامة، الأرض بالكامل مسجلة أورجانيك. إحنا مش بنقول إحنا زيرو كربون، لا، إحنا ماينس كربون، إحنا بيبقى زيرو ويست. مساحات المشروع مقامة بنسب، بحيث إن كل مخلفات مشروع معين هي مدخلات المشروع آخر. مجموعة شركات الكومي جروب، تعال نحلم مصر أجمل. كما استثمرت مجموعات شركات الكومي منذ نشأتها في مجالات الاقتصاد المعرفي والبحوث والتطوير، إيمانا منها بأنه السبيل الوحيد في ظل التطور والعولمة التي يعيشها العالم. مجموعة شركات الكومي جروب، الثقة والمصداقية. احنا بنحاول نغير المفهوم في مصر ان بدل بيبقى موضوع استصلاح ارض بدون اي اهداف، لا، انا كشركة استثمارية عندي اهداف. هدف طبعا لا شك فيه هو الحصول على المال والمكسب، ولكن عندي مسؤوليات اجتماعية هي صحة المواطن المصري. لقاء سيادتك مع السيد الوزير، انا شفت فيه حوار تم، واضح ان هو كان معجب جدا بفكركم. احنا نشكر سيادة الوزير، هو طبعا اكيد هو الدعم الرئيسي لكل ما هو فيه نهضة زراعية بمصر. اكيد مفهوم التنمية المستدامة هو مطلب ليس ترفيهي وليس اختيار، هو بالفعل يجب كل المشروعات الفترة القادمة تتجه للتنمية المستدامة. والحمد لله احنا خدنا المبادرة، وبإذن الله نتوقع ونأمل أن مصر كلها في الفترة الجاية تدير المشروعات بمفهوم التنمية المستدامة. مصر نعمة، مصر من أجمل بلد الدنيا، وكل مورد طبيعي في مصر إحنا نقدر نستفيد منه،
ومين اللي قال ان لازم تكون التنميه بحاجات ميه عذبه؟ ما انا ممكن ازرع انواع معينه من الصبار، ممكن ازرع انواع معينه من التين الشوكي تحقق ربحيه اكتر من كل الزراعات التقليديه. فعلا ليه يبقى انا فكري دايما جوه الصندوق؟ ما انا حتى في المياه المالحه ما انا ممكن بنعمل مشروعات جمبري، ما الجمبري المكاسب بتاعته اكتر من اسماك المياه العذبه. مجموعة شركات الكومي جروب تعال نحلم مصر أجمل، وتقدم مجموعة شركات الكومي جروب عدداً من الأعمال الحصرية في هذا المجال الحيوي، منها إعمال تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل والمراقبة والتحكم وتطوير مشروعات التنمية المستدامة والاستثمار الزراعي المتكامل، وذلك في إطار تطبيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدوار. كيف نصل إلى الجودة وفي نفس الوقت الإضافة اللي بتعطيها الكومي في مجال الجودة؟ الجودة الغذاء ده هدف أساسي بالنسبة لنا، لأن مقتنعين إن غذائك دوائك، وإن الصيدلية الأساسية للمواطن المصري هي هو المطبخ بيته. للأسف الأكل الأورجانيك أو الزراعة النظيفة حتى هذه اللحظة قاصرة على طبقة معينة، حتى مفهوم الأكل الأورجانيك برضو قاصر على طبقة معينة قادرة تدفع الثمن 4 أضعاف أو 5 أضعاف الأكل التقليدي. إحنا كهدف استراتيجي بالنسبة لنا في كل الإنتاج الأورجانيك في الفترة الجاية أكيد بنسعى للتصدير، ولكن بنسعى في المقام الأول هو توفير المواطن المصري. جودة الغذاء ليست مرتبطة ولا بمستوى مادي أو مستوى اجتماعي. المواطن المصري البسيط في شمال مصر أو جنوبها حقه يحصل على غذاء آمن نظيف مغلف مقدم له بطريقة آدمية حسب معايير منظمة الصحة العالمية. رسالة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يعني بيقود هذه النهضة المصرية، ماذا نقول له فندم؟ نشكر سيادة الرئيس، طبعا أعجز عن الكلام في وصف مجهودات الفترة اللي فاتت، ومن دعمه ومن رؤيته ومن سرعته وجرأته في اتخاذ القرار احنا بنتعلم، وبنفس المعدل السريع اللي هو بيدير منظومة التنمية في مصر احنا بنحاول نلاحق هذا التقدم ونكون جزء منه. عميل يعني الكومي جروب تقول له ايه؟ انت مع الاستثمار الامن والاستثمار في المستقبل والفترة القادمة في مصر، الاقتصاد الاخضر هو المستقبل وليس اي مجال اخر. مجموعة شركات الكومي جروب تعال نحلم مصر اجمل، كما تتميز مجموعة شركات الكومي جروب بإنتاج وتطوير المنتجات العضوية الطبيعية المنتجة بطريقة صحية خالية من الكيماويات الضارة. مجموعة شركات الكومي جروب، الثقة والمصداقية. عدد العاملين في مجموعات جروب كلها تقريبا كم عامل تقريبا؟ أنا حتى هذه اللحظة في حوالي 1000 عامل وإن شاء الله مع بداية تشغيل المنتجع في المرحلة الأولى ممكن هيبقى عدد العمال نوصل إن فيه هيبقى فيه جزء تصنيعي بعد ما الأعشاب والبنتجة والطحالب، فهنوصل حوالي 2500 عامل. سادتي وسادتي، ما زلنا هنا في جناح الكومي جروب هنا في معرض الأهرام في دورته الأولى، والحقيقة الجناح والمجموعة وفريق العمل الحقيقة لفتوا الأنظار بمدى التحديث والتطوير اللي بيقدمه هذا الجناح، ورائده طبعا السيد حاتم الكومي، بالإضافة إلى الفكر المتنوع الحقيقة اللي قد يختلف عن باقي الأجنحة، ولذا هناك حيثيات لتكريم السيد حاتم الكومي الليلة رائدا من رواد الجودة. الحيثية الأولى أنه بدأ منذ عام 1995 وتناول بعدها تقدم متطور الحقيقة للشركة في كافة المجالات إلى أن وصلت إلى هذا المفهوم بإنشاء نموذج لمدينة زراعية حديثة
يعني قد تقتدي بها الحقيقة عدد كبير من المؤسسات، تكون نموذج لمصر ونموذج للحياة الأورجانيك. يعني سيد حاتم، أولاً إيه اللي تقوله في وسط فريق العمل؟ طبعاً برحب في معرض، وإن شاء الله زي ما حضرتك شايف في سؤال المعرض أو المؤتمر هتكون فرصة كويسة جداً لمجال الزراعة في مصر. مجموعة شركات الكومي جروب، تعال نحلم مصر أجمل. واضح إن حضرتك بتستعين بعد التوفيق الله سبحانه وتعالى بالخبرة والشباب. الحمد لله، يعني قوة شركتنا في المقام الأول هو قوة فريق العمل بتاعها. كل مجال الحمد لله في متخصصين فيه على أعلى مستوى. مجموعة شركات الكومي جروب، الثقة والمصداقية. وجود يعني أستاذ حاتم وكومي جروب في معرض من المعارض المهمة ده إضافة للفكرة. طفرة كبيرة جدا وفكر كبير جدا وجديد، وهنوصل بيه لحاجة أكبر إن شاء الله قدام بإذن الله. إن شاء الله. أعتقد ده توجه موضوع المؤتمرات والمعارض. طبعا توجه الحاجة معانا إن الناس كلها تهتم بالزراعة وبالزراعة العضوية، وإن إحنا نفكر بفكر سليم عن زمان، نغير كلنا من فكرنا. ده كمان كان توجه المبادرة كمان بتاعتنا بتاعة تعالى نحلم مصر أجمل. طول ما في استثمار ومال صحة الناس تبقى. في مجموعة شركات، احنا مجموعة شركات كبيرة جدا. مجموعة شركات دي بتبقى مسؤولة عن التطور الهائل اللي بيحصل في مجموعة شركات الكومي جروب. حضرتك بتفتخر انك انت تتحدث عن شركة. طبعا طبعا طبعا، احنا شركة جو ستارت. احنا شركات الكومي جروب، واحنا مسؤولين عن التسويق لجميع مشاريع الكومي، وفي ديبارتمنت اخرى موجوده عندنا في الشركه، وتعتبر شركه واعده جدا ان شاء الله في الفتره الجايه دي. بندي فكره للناس في المعرض على كل جهود. اكيد طبعا لازم اعرفهم الاول احنا مين وايه شركه الكومي جروب، والمنتجع بتاعنا عباره عن ايه. ادي له كل الانفو اللي تقدر تخليه ان هو يبقى متحمس جدا الفكره، ولا عايز يستثمر مع الكومي جروب. طلبوا ان هم يعملوا باص كده زياره للموقع بيروحوا. تمام يا فندم، بيروحوا بالتنسيق مع الشركه. طبعا يا فندم. سيد حاتم تحدث طبعا عن حاجات كتيره، لكن موضوع الاستزراع السمكي ده اهتمام دوله. ايوه يا فندم، الاستزراع السمكي ده انت بتوفر البروتين الحيواني بسعر رخيص للمواطنين. ده يعني حضرتك، ده في دول قائمه على اكل السمك بس. تكريم السيد حاتم الكومي رائد من رواد الجودة، هذه الشهادة المعتمدة من المعهد القومي للجودة. أيضا سيادتك رائد من رواد الجودة، اسمحوا لنا. يعني أولا ريادة الجودة دي مسؤولية. أكيد، وبإذن الله بكرة أجمل وبكرة أفضل. مين بحاجة ترشحه كموظف مثالي بأمان؟ أنا حابة أرشح الأستاذة دنيا سلطان كموظف مثالي، إن حابة أحييها لأن هي كانت صاحبة فكرة مبادرة تعالى نحلم مصر أجمل. هي صاغتها بشكل ممتاز جدا، وبالفعل كانت بتعبر عن روح المجموعة كمسؤولية اجتماعية. إحنا كمجموعة اقتصادية لازم يكون عندنا مسؤولية اجتماعية. فطبعا إطلاقنا لمبادرة تعالى نحلم مصر أجمل كانت فكرة ممتازة جدا، والفترة الجاية من ضمن مسؤوليتنا هنعمم التجربة ونعيد اكتشاف جمال مصر. ومحافظة الزود الجديد هي 43% من مساحة مصر. طبعا الفترة الجاية احنا في إدارة المبادرة عاملين برنامج مكثف جدا لنعيد اكتشاف جمال الوادي الجديد، الحلم اللي بدأ في الستينات ومكملش. هنحاول بإذن الله وهنبين جمال الوادي الجديد، في سواء كمزارات سياحية أو إمكانيات زراعية وفرق استثمارية في الفترة الجاية. السيدة دنيا سلطان موظفا مثاليا، سبحان الحقيقة برضو. أشكر باشمهندس حاتم إن هو إداني الثقة دي، وإن أنا قدرت أكون قدها، ويعني بدعي من ربنا ومن كل زمايلي إن إحنا نكبر ونكبر فكرتنا أكتر، ونعمل المبادرة هنا وفي الوادي وفي كل حتة في مصر، ونخلي مصر أجمل إن شاء الله يا رب. مجموعة شركات الكومي جروب، الثقة والمصداقية. سيداتي وسادتي، سيظل دائما مجموعة الكومي دائما بفضل هذه الخبرات في المقدمة. دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.